تحيات الوطن، تحيا جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الغرب يتحدث عن جواسيس الصين حول العالم. في برلمان أستراليا نواب طلعوا في جلسة استماع وتكلموا وقالوا إنه الصين بتمتلك شبكة جواسيس جوا أستراليا، فيها سياسيين، فيها مسؤولين، فيها صحفيين، فيها رجال أعمال، دي كلها شبكة تعمل لصالح الصين وتعزز مصالح الصين في أستراليا وتساعد أو تدفع صانع القرار الأسترالي أن ياخد قرارات اقتصادية تصب في مصلحة الصين. وبناء على ذلك أستراليا بتفكر دلوقتي في إصدار قانون جديد لمكافحة التجسس. نفس الكلام في نيوزيلندا، نفس الكلام عند القوة العظمى أمريكا، إن الصين تتجسس اقتصاديا على العالم، إن الصين بتراقب الطلاب والمبعوثين حول العالم، إن الصين بتتدخل في صناعة القرار الاقتصادي في أي دولة بما يصب في مصلحة الصين. مراكز دراسات في تحليل ذلك قالت إنه التجسس من طبيعة العلاقات الدولية، والتجسس من وظائف المخابرات الأساسية حول العالم، وإن التجسس الاقتصادي أصبح ذو أهمية كبيرة جدا جدا، لأن الدول بتحيا بالاقتصاد وتسقط بالاقتصاد، وبالتالي التجسس الاقتصادي أخذ مكانة كبيرة جدا ضمن أشكال التجسس المتعددة. إلا إن الصين رفضت هذا الكلام وقالت نحن لا نتجسس ولا نتابع طلابنا ولا مبعوثينا في الخارج، ولا إن إحنا بنضر بمصالح دول من أجل مصالحنا، ولا بنؤسس هذه الشبكات. إذن ده الجدل الدائر حول الجاليات الصينية في الخارج وحول الشبكات الاقتصادية الداعمة للصين في دول عديدة حول العالم، من بينها كما قالت أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا. لكن في الواقع دكتور أحمد زويل قال لي قبل كده إنه أي صيني في العالم خارج الصين بيعتبر نفسه لوحده كده من تلقاء نفسه أنه هو مبعوث لصالح الصين حتى يعود، وأنه في مهمة لدعم الوطن الأصلي الصين حتى يرجع، حتى لو هذا الصيني خرج لمدة سنة أو خرج لمدة 50 سنة. أيا كانت المدة، العقيدة الاجتماعية والنفسية عند الصينيين إن كل الصينيين خارج الصين بيعتبروا نفسهم من تلقاء نفسهم، مش شرط بأي توجيه استخباراتي أو سياسي، إن هم في مهمة خارج الصين من أجل المصلحة الصينية. لكن الصين تنفي أنها تضر بأي مصالح اقتصادية لأي دولة لحساب مصالح اقتصادها الوطني. اتنين، كم خسرت أوروبا من العقوبات على روسيا؟ شوف بقى هنا المباريات السياسية والاقتصادية. أمريكا بتعاقب روسيا اقتصاديا، لكن لما تتأمل الأرقام تلاقي أن أوروبا بتخسر قد روسيا ما بتخسر. يبقى العقوبات على روسيا، لكن في الواقع العقوبات على أوروبا وعلى روسيا. معهد الاقتصاد العالمي في ألمانيا طلع بتقرير صادم جدا إن خسائر أوروبا من العقوبات على روسيا أكتر من 100 مليار يورو، فرقم كبير جدا، أكتر من 100 مليار يورو، يعني طبعا ضمنا أكتر من 100 مليار دولار. طب العقوبات على روسيا، لكن ديت خسائر أوروبا، وخسائر ألمانيا كتيرة لأن ألمانيا كانت بتصدر كتير لروسيا. العقوبات ديت أدت إلى تباطؤ الصادرات الألمانية إلى روسيا، وبالتالي العقوبات إجماليها طبقا لهذا المعهد العالمي في ألمانيا، معهد الاقتصاد العالمي في ألمانيا، 60% خسائر روسيا، 40% خسائر أوروبا، يعني تقريبا قد بعض، تقريبا 60% خسائر في روسيا، 40% خسائر في أوروبا. يبقى العقوبات على روسيا هي في الواقع عقوبات على أوروبا وعلى روسيا، وخسائر أوروبا بقت أكتر من 100 مليار يورو. أوروبا بتشك بقالها فترة طويلة جدا في نوايا أمريكا، لكن لا تملك أنها تعمل أي شيء في مواجهة أمريكا.
تدرك ان قرارات امريكا ضد روسيا هي ضد روسيا وضد اوروبا، لكن اذا اختارت اوروبا هتختار برضو التحالف مع امريكا. هنا بقى طبعا بنشوف نموذج مذهل جدا للمباريات السياسية حول العالم، ان امريكا لما تحب تضعف اوروبا ممكن تشير الى اضعاف روسيا، لكنها ضمنا تضعف الطرفين روسيا واوروبا، وتصل خسائر اوروبا الى اكثر من 100 مليار يورو ضمن العقوبات الأمريكية على روسيا. ثلاثة، الملياردير النازي كامبراد بائع الكبريت الذي أسس شركة أيكيا للأثاث. دي قصة مذهلة جدا. لما رحل مؤسس شركة أيكيا للأثاث، هي شركة معروفة في كل أنحاء العالم، الإعلام كله بدأ يهتم بشركة أيكيا، ومؤسس الشركة كامبراد اللي هو نفسه قصة فيلم سينمائي كبير جدا. كامبراد ولد في قرية سويدية، في مزرعة في قرية سويدية، واسم أيكيا متاخد من اسمه هو واسم المزرعة واسم القرية، فعمل منهم كلمة أيكيا اللي هي شركة الأثاث العالمية العملاقة. بنتكلم على هذا الملياردير السويدي مؤسس أيكيا، مش ملياردير عنده مليار، إنما ملياردير ثروته أكتر من 50 مليار دولار، من أغنى أغنياء العالم. بنتكلم على حد بيمتلك أكتر من 50 مليار دولار، لكنه بدأ بداية متواضعة جدا، كان بيبيع عواد الثقاب في قرى السويد، لكن انتهى في النهاية إلى عملاق صناعة الأثاث شركة أيكيا السويدية. البداية زي ما قلت لحضراتكم ان هو بدأ وهو طفل صغير، وبعد كده بشوية بيبيع عواد الثقاب، لكن بعد كده وهو في ثانوي نجح في الامتحان، والده اداله مكافأة، بمكافأة النجاح في ثانوي عمل شركة سماها أيكيا، شركة صغيرة جدا، ممكن يكون كل اللي عندها طقمين ثلاثة، صالونات او انتريهات لا تذكر، إلا أن هو بدأ يطور من سن 17 لغاية ما وصل دلوقتي أن مبيعات أيكيا 2017 قد إيه؟ 36 مليار دولار. فمن المحل الصغير أو الشركة الصغيرة جدا أيكيا اللي عملها بعد ثانوي لدلوقتي أكبر شركة لصناعة الأثاث في العالم. شركة أيكيا قدمت بقى للطبقة المتوسطة أثاث جيد وراقي بأسعار مقبولة. ده اللي بيقولوا السويديين لما سئلوا من محطات الإعلام الدولية وناس كتيرة حول العالم. وده اللي خلاها تقدر تنافس بقوة الشركات الأخرى المصنعة للأثاث. لدرجة أنها بتصنع مكتبة اسمها مكتبة بيلي، مكتبة مشهورة جدا جدا، 60 مليون مكتبة موجودة في منازل العالم، يعني 60 مليون أسرة عندهم هذه المكتبة من أيكيا اللي هي مكتبة بيلي. لدرجة أن وكالة بلومبرج الاقتصادية بتعمل مؤشر اسمه مؤشر بيلي، أو مؤشر مكتبة بيلي، أو مؤشر مكتبة أيكيا، إنها بتدل على مدى القوة الشرائية في أي دولة. المكتبة دي بكام دولار هنا، كام دولار هنا، هي مؤشر لقياس القوة الشرائية. ده مهندس قاعد في السبعينات بيفكر في أي حاجة، جعل باله فكرة يعمل مكتبة بهذا الشكل المعروف لمكتبة بيلي. كان قدامه منديل ورق، معهوش ورقة، رسم المخطط بتاعه على منديل ورق، وهو ده المخطط اللي بقى بعد كده لهذه المكتبة. المذهل دلوقتي إن المصنع اللي في السويد اللي بيصنع مكتبة بيلي في شركة أيكيا في 200 عامل فقط، لكن بيصنع مكتبة كل ثلاث ثواني في مكتبة. لكن في الواقع هم مش نجارين قاعدين بيشتغلوا، إنما مكان عملاق جدا من اليابان ومن ألمانيا، مش من السويد، إنما المصانع موجودة في السويد، وهذه المصانع وهذا المكان العملاق اللي موجود جوه المصانع هو اللي بيشتغل على المادة الخام اللي بتيجي يوميا، 600 طن يوميا بيجوا
يتم تصنيعهم، الشاحنات واقفه بره، كل دور ال 200 مهندس وعامل ده انهم بس بيتابعوا المكن فقط، انما كل ده بيتم تصنيعه ميكانيكيا. هنا بقى بنيجي للفكره المذهله اللي طورتها شركه ايكيا في صناعه الاثاث في العالم. ايه هي الفكره؟ قبل ايكيا ما كانش في حاجه اسمها انك تاخد دولاب او تاخد سرير او تاخد سفره وهي مفككه تتركب في البيت، لم يكن ده موجود سواء في الاثاث المنزلي او في الاثاث المكتبي، ده ما كانش موجود. انما مره في سواق ماشي بشاحنه كبيره عربيه نقل شايل عليها اثاث من شركه ايكيا، انما الترابيزه كانت عاليه جدا، فقال للمهندس اللي موجود مش هنعرف نشيل الترابيزه بالطريقه دي نتيجه ان ارجل الترابيزه ديت عاليه جدا، فطلع في دماغه طب ايه المانع لو احنا ركبناها هناك لما نوصل. هنا بقى العباقره يلتقطوا الفكره، ايه المانع ان احنا نركب الارجل دي هناك لما نوصل للبيت؟ فده اللي حصل بالظبط، بداوا يفكروا فيها ويطوروها، فاصبح دلوقتي كل الاثاث اللي موجود في العالم تقريبا، طبعا كل منتجات دمياط تقريبا تقدر تقول انها بتركب داخل البيت سواء ان هو اثاث منزلي او داخل المكتب لو هو اثاث مكتبي. الفكره دي عملت نقله كبيره جدا في صناعه الاثاث في العالم، لدرجه ان ايكيا لما حصل موضوع موجه النازحين واللاجئين في سوريا الشقيقه، هم عملوا حاجه اسمها شقه متنقله او شقه جاهزه التركيب، ان بدل الخيام هي شقه تتركب زيها زي ما يكون بيركب اي اثاث منزلي، بتاخدها كلها في علب او كراتين، تنزل هذه الكراتين بتطلع الحاجات اللي موجوده جواها، بدل ما بتنصب خيمه بتنصب منزل، شقه جاهزه للتركيب. تتركب في قد ايه؟ في 4 ساعات. طيب الشقه دي لما تتركب في 4 ساعات، يعني المكان اللي قدامك ده ما فيهوش اي حاجه، تجيب الشقه الجاهزه للتركيب ديت 4 ساعات، لو بدات 8 الصبح هتشتغل فيها الساعه 12 عندك بيت. طيب الشقه ديت تتحمل بقى الهواء والرياح والبرد والامطار لمده 3 سنين، تقدر هذه الشقه الجاهزه للتركيب تقعد 3 سنين وهي تواجه البيئه المحيطه، لكن بعد 3 سنين هيبقى صعب انها تواجه هذا الامر، وهي معموله كبديل للخيام بالنسبه للنازحين او اللاجئين او المشردين الذين بلا منازل. كان براد الملياردير ده اللي هو بمكافاه في ثانوي، كان ممكن اي حد تاني بهذه المكافاه يخلصها 3 4 شهور في كلام فارغ، قدر يعمل عملاق صناعه الاثاث اللي هي شركه ايكيا. جاء بقى في سن 87 وقال ان هو بقى تعب كده وبدا يتقاعد، الا ان هو عين نفسه مستشار لشركه ايكيا القبضه، الا انه رحل قبل قليل قبل ايام تقريبا في عمر 91 سنه، واصبح حفيده اصبح ابنه الاصغر هو رئيس شركه ايكيا. لكن هو رحل ومبيعات شركه ايكيا في اخر سنه 36 مليار دولار. سنة 88 ألف كتاب عن حياته، وكان في مفاجأة في هذا الكتاب إن هو قال إنه كان بيعتنق الأفكار النازية وهو صغير، وكان معجب بهتلر، وإنه كان قريب من ناس نازيين في الحزب النازي السويدي اللي قريب من الزعيم هتلر. إلا إن في كاتبة أمريكية عملت كتاب عنه وقالت لأ ده هو بس ما كانش قريب، وإنما كان عضو وكان بيجند أعضاء للحزب النازي، وإن حتى بعد هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية كان مؤسس شركة أيكيا لا يزال على علاقة بالنازيين اللي كان على علاقة بيهم قبل الحرب العالمية الثانية. المتحدث باسم أيكيا قال إن المؤسس اعترف إنه كان علاقة بالنازية، لكن دلوقتي ملوش أي علاقة نهائيا ولا في أي فكرة نازية لا تزال عالقة برأسه. هل هو إنسان بقى بخيل ولا إنسان كريم؟ في حياته الشخصية لا ينفق شيئا، يأكل مطاعم وجبات سريعة دولار 2 دولار، مش ممكن تلاقيه في أي فندق 5 نجوم طبعا ولا 7 نجوم مستحيل، بيركب الطيارة مع الناس، ما عندوش طيارة خاصة بيتحرك بيها. المذهل إن هو اعترف للتلفزيون السويدي إن هو بيشتري هدومه
انها ملابس مستعمله في محلات ملابس مستعمله في اوروبا، بيروح يشتري منها الملابس المستعمله، فهذا الشخص بيفاجئنا تماما بنمط حياته اللي هو اكل عادي جدا وسفر بطريقه عاديه جدا وملابسه اقل من عاديه لانها ملابس مستعمله لا ينفق تقريبا. هذا الشخص اللي بيمتلك اكتر من 50 مليار دولار. فالبعض وجهه قال له انت انسان بخيل جدا، ازاي انت ملياردير عندك الثروه الطائله دي كلها ورايح تعمل هذه الحاجات وما بتعملش اي حاجه لوجه الله؟ فهو رد وقال انه عمل اعمال خيريه كتيره جدا، وان هو بيرعى عن طريق التطعيم او لقاحات للمرضى لاطفال كتيره جدا حول العالم، 5 مليون طفل بيستفيدوا من ذلك، لكن قال انا بحبش اتكلم لكن انا بعمل اكتر من اللي بيعمله بيل جيتس. في كل الاحوال رحل هذا المؤسس لعملاق صناعه الاثاث ايكيا اللي بمكافاه صغيره وهو في ثانوي اسس شركه لا تذكر، لكنها بعد كده بقت مبيعاتها بعشرات المليارات من الدولارات، وهو اللي طور صناعه الاثاث في العالم وصولا الى شقه جاهزه التركيب في 4 ساعات تمكث 3 سنوات. في شرح وتوضيح قصة الملياردير النازي الذي بدأ بمكافأة وانتهى ب50 مليار دولار، مقطع الفيديو الأول أيكيا قصة نجاح. شركة أيكيا أو إيكيا كما ينطقها البعض هكذا أو هكذا، طبعا كان فيها بعض المشاكل وتم سحب 30 مليون خزانة في أمريكا لأنها سقطت على بعض الأطفال. تم اتهام الشركة أنها شغلت معتقلين سياسيين من أوروبا الشرقية، أو زي ما سمعنا في التقرير أن بعض الانتقادات في متاجر شركة أيكيا، إلا أن مبيعاتها استمرت بارتفاع كما شاهدنا منذ قليل في تقرير يورونيوز. التقرير التالي: أيكيا تعتزم تصنيع شقق جاهزة للاجئين بدل الخيام. هنشوف اللي احنا قلناه في الشرح منذ قليل. الصحف والمواقع تسابقت انها تقدم اي معلومات عن عملاق شركة ايكيا او مؤسس عملاق صناعة الاثاث شركة ايكيا، وفي عيد ميلاده 90 لقينا بعض المواقع بثت بعض المعلومات التي ربما لا يعرفها الكثيرون. بعد رحيل مؤسس ايكيا برضه وسائل الاعلام في العالم استدعت تاريخه منذ البدايه وحتى النهايه. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا مجدي في الأوليات عريق مرحب.